فوق ربوة مطلة على مضيق جبل طارق داخل غابة الرميلات، قصر معزول عن العالم يشبه قصور القرون الوسطى، تحيط به الأشجار من كل جانب. رهبة المكان وجمال الطبيعة لا يقطع استمتاعك بجمال القصر والمكان الذي كان يغري الكثير من الزوار المغاربة والأجانب باختراق الأشجار والأحراش من أجل الوصول إليه واستعادة تفاصيل تلك الأحداث التي طبعت تاريخ هذه الغابة التي استمدت تسميتها العالمية منها، غابة بيرديكاريس. يعود تاريخ بناء هذه المعلمة الفريدة إلى قصة حب جرت ما بين إيون بيرديكاريس وزوجته إيلين فارلي. فحينما كان يدرس إيون بيرديكاريس الهندسة الكهربائية في إنجلترا، التقى بزوجة مهندس التلغراف البريطاني المشهور سيف فارلي الذي كان متزوجا بإيلين فارلي. فتعارف إيون بيرديكاريس وإيلين فارلي وتعلقت به لدرجة أنها قررت أن تطلب الطلاق من زوجها، وتابعت إيون بيرديكاريس إلى مدينة طنجة. وجوده في مدينة طنجة ابتداء من سنة 1871 كان بسبب أن أسرته كانت من الدبلوماسيين المشهورين بالعالم، وبحكم وجود عدة ممتلكات لهم داخل المغرب من بينها هذا الفضاء الإيكولوجي الجميل. في أجمل مكان بالعالم سأبني لك قصرا، بهذا الوعد الذي قطعه إيوان بيرديكاريس الدبلوماسي ورجل الأعمال الأمريكي اليوناني لزوجته التي كان يعشقها حتى الجنون. اختار قلب الرميلات بعد جولان طويل حول القارات الخمس. يعود تاريخ بناء هذا القصر بالضبط إلى سنة 1872، حيث قام إيون بيرديكاريس بشراء حوالي 70 هكتار من الجبل الكبير. بالإضافة إلى ذلك أن مواد البناء التي بني بها هذا القصر تم جلبها من دول عديدة كمثلا إيطاليا وبعض الدول من شبه جزيرة البلقان. انتهت أعمال بناء سنة 1878، لكن ما يميز الطراز المعماري لهذا القصر هو أنه بني بمعمار بنيوي، أي أنه يمزج ما بين الثقافة الأنجلوساكسونية والمعمار الأوروبي الوسيط. فإذا تأملته من الخارج وكأنه مثلا أحد القصور التي كانت في أوروبا خلال العصر الوسيط. المساحة الإجمالية التي بني عليها هذا القصر هي حوالي تقريبا 820 متر مربع، هذه هي المساحة الإجمالية. فصل إلى طابقين، هنالك دور سفلي ثم هنالك طابق فوقي تتخلله عدة غرف، ما يميزها أنها كبيرة الحجم محاطة بعدة نوافذ وأبواب. ثم هنا الشرفة الذي نقف عليها الآن، ثم هنالك فناء خارجي يحيط بهذا القصر. فالتصميم الذي بنى به بيرديكاريس هذا القصر كان سببه الأساسي هو أنه حينما مرضت زوجته إيلين فارلي شخص الأطباء أنها مصابة بداء السل، فنصحوه بأن يذهب إلى مكان تحيط به الأشجار فأنذاك سيعيدها ويقطع لها وعدا، وأنه قال لها سأبني لك أجمل قصر في أجمل مكان في العالم. فكان هذا القصر هو ذلك الوعد الذي قطعه بيرديكاريس. بالإضافة إلى ذلك وأن هذا القصر يطل على وجهة بحرية فترد الروح إلى جسم الإنسان. ثم على المستوى النباتات قام باستخدام أكثر من 100 نوع من الأشجار وآلاف النباتات، بالإضافة إلى ذلك أنه قام بإنشاء ملاجئ للحيوانات داخل هذا القصر، كمثلا قام باستخدام أنواع القردة الموجودة في إفريقيا، ثم بعض النمور، بعض الطيور، بعض الأنواع من الحشرات التي وضعها هنا لكي يضع لنا ما يسمى بمحمية إيكولوجية داخل منطقة طنجة. Thank you.
هو فضاء تاريخي يعج بالأحداث التاريخية، تحول إلى متحف يجمع بين التعريف بهذه الشخصية التاريخية ويستعرض التنوع البيولوجي لهذه المنطقة وللجهة بكل. هذا القصر بقي لسنوات طويلة مهجورا ومقفلا لأسباب ربما يعلمها الكثير، أحيطت به مجموعة من الأساطير والخرافات، كمثلا أنه قصر تسكنه الأشباح، أو مثلا أن هنالك من الأهالي خاصة السكان القريبين من المنطقة يقولون بأنه مثلا كانوا يسمعون أصوات الرصاص أو أصوات مثلا تكسر النوافذ، حفلات ماجنة تقامون، لكن حينما يأتون للتأكد لا يجدون شيء. فنسجت بعض الحكايات كمثلا أن الجن تحيط بهذا القصر، وأن يستسكنه العفاريت، أن الذي يدخل إلى هذا القصر يصاب بالتلبس وغيرها، إلى أن اتضحت الرؤية وتم إصلاحه مؤخرا في هذه الحلة الجديدة، فأصبح فضاء ثقافيا بامتياز يرحب بجميع رواده. هذا القصر كانت له مجموعة من المزايا، فمثلا خلال القرن 19 كان ملاذا لاجتماع العائلات البرجوازية والأرستقراطية سواء الأجنبية أو المغربية في مدينة طنجة، ثم سرعان ما تحول إلى فضاء تجتمع فيه الجواسيس داخل مدينة طنجة خلال الفترة الدولية، لأن هذه المنطقة كانت بعيدة عن أعين الشرطة الدولية في مدينة طنجة، فكان فضاء مناسبا لعقد الاجتماعات واللقاءات السرية وتداول بعض الأمور التي لم يطلع عليها أحد. بالإضافة إلى ذلك أن بيرديكاريس كان يفتخر بأنه عميد السلك الدبلوماسي خاصة الأمريكيين داخل مدينة طنجة، ولا يمكن لأي أجنبي أن يمر على البحر الأبيض المتوسط خاصة الأمريكيين إلا ويأتي إلى مدينة طنجة ويلتقي ببيرديكاريس ويجلس معه في هذا القصر، وربما قد يستضيفه لأيام ثم يخرج معه في جولات داخل محيط الغابة ثم في المدينة. فكان يفتخر بهذه الأمور واكتسب شهرة عالمية ليس فقط على المستوى الأمريكي بل حتى على مختلف الأجانب الذين وفدوا على مدينة طنجة، لكنه كان يركز على جاليتين، الجالية الأمريكية بحكم أنه يمتلك الجنسية الأمريكية، ثم الجالية اليونانية بحكم أن أصوله اليونانية تعود إلى تلك المنطقة. هذا القصر شهد على أبرز حدث هز الاستقرار السياسي للمغرب خلال بداية القرن العشرين، بالضبط هذا الحدث يعود إلى سنة 1904. 1904 بيرديكاريس يصف هذه ما وقع له، يقول أنه في أحد الليالي الربيعية والأمسيات الربيعية بالضبط 18 ماي 1904، كان مستلقي بالضبط في هذه الغرفة، هذه الغرفة الكبيرة ديالو، كان مستلقي فيها عند واحد الكرسي ذو الذراعين، وكاين واحد الأنفورة صغيرة هي برا، سجادة من الطراز الشرقي، ثم بعض الأثاثات اليونانية الأصل، فإذا بيسمع صخب وضجيج آتي من غرف الخدم، فلم يشعر بشيء إلا وجد نفسه محاط بكثير من الأشخاص الذين يحملون المسدسات والبنادق ويلبسون جلبابا مغربيا تقليديا، فعرف أحدهم بنفسه قائلا أنا الريسوني وسأقوم باختطافك. سيتم اختطاف إيون بيرديكاريس وصهره الابن ديال الزوجة ديالو كرومويل فارلي.
اختطفهم الريسوني من هذا القصر ثم ذهب بهم بعيدا إلى منطقة الزينات. في هذه اللحظات ستقوم إيلين فارلي بالاتصال بالقنصل الأمريكي داخل مدينة طنجة وأخبرته بما يجري. فقام القنصل برفع برقية مستعجلة إلى واشنطن يخبرهم بأن أحد الدبلوماسيين الأمريكيين والأثرياء ورجال الأعمال تعرض إلى اختطاف من طرف قطاع الطرق المغاربة خلال تلك المرحلة. فهذا المصطلح ورد في بعض الجرائد ثم في بعض المراسلات السرية ما بين القنصل الأمريكي والقنصل ووزارة الخارجية الأمريكية. إذن هذه العملية تطلبت من الرئيس الأمريكي روزفلت آنذاك أن يعقد اجتماعا طارئا للبحث في المسألة. فعقد الاجتماع لكنه وصل إلى أنبائه أن بيرديكاريس قام بتغيير جنسيته وأنه حصل على جواز سفر يوناني. آنذاك توقف فأشار عليه المستشارين وكانوا أذكياء جدا، قالوا بأن أحمد الريسوني لم يختطف بيرديكاريس إلا لعلمه بأنه مواطن أمريكي، وإذا لم تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الحدث فهذا يعتبر إهانة بالنسبة لدولة عظمى في تلك المرحلة اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. فقرر الرئيس الأمريكي روزفلت أن يرسل 6 بوارج حربية ضخمة إلى فضاء البحر الأبيض المتوسط ووضع نصب مدينة طنجة، ثم راسل السلطان المغربي المولى عبد العزيز آنذاك وطلبوا بإطلاق سراح إيون بيرديكاريس. من بين الأمور التي أحدثت هذه الحادثة هي أنها غيرت مجرى الانتخابات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فسبب تدخل الرئيس الأمريكي روزفلت أكسبه شعبية داخل المجتمع الأمريكي، ففاز للولاية الثانية داخل الانتخابات الأمريكية وأصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية. أحمد الريسوني حينما تفاوضت معه السلطة المغربية وأرسل له السلطان المولى عبد العزيز مجموعة من الشخصيات البارزة لكي يتفاوضوا في إطلاق سراح بيرديكاريس وسهره، سيقترح الريسوني أو سيطلب مجموعة من المطالب. من الشروط التي طلبها الريسوني لكي يطلق سراح إيون بيرديكاريس، الشرط الأول هو إقالة باشا مدينة طنجة نظرا لأن هنالك عداوة للريسوني مع هذا الأخير. الشرط الثاني هو إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين اعتقلوا بقضايا لها علاقة بالريسوني، كمثلا بعض المعاونين للريسوني أو أنصاره الذين اعتقلوا من قبل المخزن المغربي نتيجة لما كانوا يقومون به من نشاطات مخالفة للقانون. بالإضافة إلى ذلك أنه طلب فدية مالية ضخمة قيمتها 70,000 بسيطة إسبانية. فتفاوض الطرفان خاصة الطرف المغربي والريسوني وقرر الأمريكيون أن يدفعوا الفدية، فدفعها إيون بيرديكاريس من ماله الخاص، ثم عمل الرئيس الأمريكي روزفلت على طمأنته هو وزوجته وسيره وقام بنقلهم إلى مكان آمن. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.